بونجور، على السلامة ومرحبا بكم. اليوم نشوفوا كيفاش نجوتيو الكلافي ولا الكيبورد شيلد، كلك سوا على شيلد 7 ولا على شيلد 5، نفس السيستم. دونك اول حاجة ندخلو على المنيو، نمشيو للمنيو داجو، نمشيو نحطو الكود نتاعنا اللي هو 1 2 3 4، نمشيو للكلافي، نكليكيو على بلوس، بعد نكليكيو على اي بوتون في لاباري حتى لين تصير الكابتور. يسيفو ما صارتش الكابتور، تنجم تدخل من هنا وتنزل على البوطون الاون اوف تاعها، واضح؟ باه. بعد ما صار لاجوم تاع لاباري نخرجو من المنيو. تو نشوفو كيفاش لاجوم تاع لي تاج. عندنا اجو، عندنا تاج اجوتي، نجمو نتستيوها لهنا. باغ اكزومبل ديزاكتيفي سنترال سالت ديزاكتيفاسيون. باهي، توا شوفوا كيفاش يصير لاجوم تاع التاج نتاعنا. أول حاجة حطوا الكود اللي هو 48 1 2 3 4، بعد نحطوا الفاليداسيون، بعد نحطوا 1 فاليداسيون، وبعد النيميرو نتاع التاج نتاعنا احنا شنو نحطوها نيميرو 5، نحطوا فاليداسيون، وبعد نعدي التاج، بعد نستنى الكلافي ترجع او مود دو فيريفيكاسيون مش مود دادمينستراسيون. دونك توا الكلافي رجعت او مود دو فيريفيكاسيون، ديجا ليت تشعل على الباتري وما تشعلش على لونغروناج. مش نعملو ان سامبل تيست، دونك نعديو نحطو ديزاكتيفاسيون بار اكزومبل، نعدي تاك صار ديزاكتيفاسيون. كيف كيف زاد في الاكتيفاسيون نحط نكليك على البوطون تاع الاكتيفاسيون ونعدي تاك صار اكتيفاسيون. تو مش نحلو الكونتاكت، ايش في حالينا كونتاكت نجمو ديزاكتيفيو لاباري نفس الطريقة. دونك هذه كانت سامبل انفورماسيون على الكلافي نتاعنا تاع شيلد 7 وشيلد 5. ان شاء الله عجبتكم الفيديو، ما تنساوناش باللايك والسبسكرايب. عيدكم مبروك، مرحبا بكم.